السلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن الكمبيوتر، ربما نكون اتكلمنا عنه قبل كده لكن هنحاول نأصله النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنوع من أنواع التفصيل البسيط. الأوبريتور ده بيكون عبارة عن تايب أوف، ومن اسمه كده ده مسؤول عن إن هو يحدد لي تايب أوف داتا. البيس أوف داتا ديت عبارة عن نوعها إيه من أنواع داتا إن الجافا سكريبت. هنحاول نطبقهم مع ديفرنت داتا تايبس إن جافا سكريبت. هو أوبريتور ممكن يمشي فانكشن برضه، لو أنا قلت مثلا تايب أوف ورحت هنجربها مثلا في البداية ASD مع string هيقول لي انا المفروض اني ما اخدش مسافة، انا اسف، هو تايب اوف من غير مسافات الاوبريتور كده، فيرجع لي القيمة بانها عبارة عن string. طب لو انا جربت مثلا تايب اوف وكتبت مثلا رقم 1 2 3 هيرجع لي القيمة انها بتكون عبارة عن نمبر. لو انا جربتها مثلا مع ترو قيمة بوليان هيقول لي انها دي عبارة عن بوليان. لو انا جربتها مع حاجة زي نل، وفي نل الوضع مختلف شوية، بيرجع لي نل كأوبجيك، على الرغم ان نل في جافا سكريبت لا تعامل معاملة الأوبجيكت يا جماعة، مفيش أوبجيكت اسمه نل، لأن جافا سكريبت بس سيبل تايب. جافا سكريبت بتعامل نل على انه هو أوبجيكت، بس اكشولي هو مش أوبجيكت. لو انا مثلا استخدمت تايب اوف مع undefined هيرجع لي القيمة طبعا undefined. طب لو انا مثلا جيت استخدم تايب اوف مع function، خلينا نكتب مثلا function زي مثلا a بيساوي، انا هي يعني انا مش هعمل فيها حاجة، انا هسيبها كده بس فاضية، a بتساوي function. فلو انا قلت له مثلا تايب اوف وحددت نوع ال A and enter هيقول لي ديت عبارة عن function. جربنا مثلا نستخدمها ك object، نقول له مثلا B بتساوي، نخليها object مثلا x colon 4 and تمام، وهنقول له طيب اوف وطيب اوف قيمة ال x and هيقول لي طيب اوف x، انا اسف المفروض اني ما x number صحيح، انا المفروض اني اعمل type of قيمة ال b، ال b اللي هي ايه اللي هي ال object نفسه اقصد يعني، فيقول ان ال b ده عبارة عن object. ممكن اكون ما جربناش او ماشي، نجرب ال array بالمرة، ناخد c مثلا بتساوي وهنحط فيها مثلا 1 2 3 وكما اي حاجة مثلا 4 5 6 انت وتمام، وهنقول له type of قيمة ال c انت هيقول لي اوبجكت. نعمل كده سمرايز، نعمل تلخيص بسيط. الداتا تايبز الاساسيين يعني اقصد اللي تايب اوف بتتعامل معاهم، لو انت حطيت سترينج هترجع لك سترينج، اهو زي تايب اوف اس دي بترجع لك سترينج، لو انت حطيت نمبر هترجع لك نمبر، اهو لو انت حطيت بوليان هترجع لك بوليان، لو انت حطيت undefined هترجع لك undefined، لو انت حطيت function هترجع لك function. بيكون هترجع الاراي والاوبجكت والديت والكلام ده كله هيرجع لك داتا تايب من نوع اوبجكت يا جماعه. ده بالنسبه للتلخيص بتاع التايب اوف اوبجكت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.